الواحدة بالضبط نشرة الأخبار المفصلة. مرحبا بالجميع. البداية مباشرة بأبرز العناوين. الفريق أول سعيد شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي لحكومة الوحدة الوطنية محمد علي الحداد. مرافق ومنشآت إدارية مكتملة التجهيزات تتعزز بها الولاية المستحدثة أولاد جلال. ومراد يقف على سيرورة إنجاز المشاريع التنموية بالولاية. ضمن التوجه الاقتصادي الجديد، نماذج ناجحة لمشاريع التعليم والتغليف بجودة عالية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية. مصادر التوثيق في كتابة التاريخ الوطني لصون الذاكرة الوطنية محور ندوة تاريخية. واستحداث هياكل جديدة متخصصة في توثيق الأعمال التاريخية. طواف الجزائر الدولي يشهد مرحلته الثالثة انطلاقا من مدينة بوسعادة وصولا إلى بسكرة ضمن جولة رياضية وسياحية متميزة. أهلا إلى التفاصيل. استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني السيد الفريق أول محمد علي الحداد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي لحكومة الوحدة الوطنية. نجوى جدي. مراسم الاستقبال استهلت بتحية العلم الوطني وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلة من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. وقد حضر هذا الاستقبال السادة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني إلى جانب أعضاء الوفد العسكري الليبي. بهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في بدايتها بالوفد الزائر، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء الذي يعد فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية والوقوف على مدى تطور التعاون الثنائي. إن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين كان دوما يشكل فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر والوقوف على مدى تطور العلاقات بين البلدين والتطرق لسبل تطويرها وتعزيزها. في هذا الصدد أود التنويه بالمجهودات المبذولة من الطرفين للحفاظ على العلاقات التاريخية والثنائية بين بلدينا الشقيقين في هذا الظرف الحساس الذي تمر به منطقتنا على وجه العموم. السيد الفريق أول أكد أن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين يحتم على مسؤولية البلدين العمل سويا لتسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزع استقرارها. فتاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يحتم علينا كمسؤولين في كلا البلدين أن نعمل سويا لتسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزع استقرارها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة على توفير الآليات السياسية والدبلوماسية والأمنية للانخراط في مساعي سلمية تعود بالفائدة على شعوب المنطقة وتمكنها من التطور والرقي. وهذا ما يتماشى مع مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية المسايرة
للمواثق الدولية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والقائمة أساساً على سياسة حسن الجوار والتركيز على التعاون متعدد الأبعاد لتطوير الشعوب ودعم حقها في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية سلمية للنزاعات. من جهته عبر السيد الفريق أول رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي عن سعادته بزيارة الجزائر مشيدا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وهو ما انعكس على مستوى التعاون العسكري بين جيشي البلدين على أكثر من صعيد. العلاقات الليبية الجزائرية لها جذور عميقة في التاريخ، فمثلما كانت ليبيا سند للجزائر وشعبها أثناء مقاومة الاستعمار الفرنسي، فإن الجزائر سندا دائما إلى ليبيا، فقد ارتبط بلدينا بعلاقات تاريخية قلما نجدها في أي مكان بالعالم. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها السيد الفريق أول محمد علي الحداد على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. رئيس الجمهورية القاضية بمنح الأولوية للولاية المستحدثة في إنجاز المرافق الإدارية وإتمام المشاريع التنموية. شرع اليوم وزير الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد في زيارة عمل وتفقد لولاية أولى الجلال، استهلها بزيارة عدد من الوحدات الصناعية والفلاحية ببلدية الدوسن على غرار ملبنة لإنتاج الحليب، حيث دعا مراد إلى ضرورة مضاعفة الإنتاج لضمان تزويد الساكنة بمادة الحليب خاصة خلال الشهر الفضيل. وببلدية أولى الجلال قام مراد بتدشين الحي الإداري الجديد للولاية والذي يضم مختلف المديريات التابعة للقطاعات الوزارية، كما وقف على سيرورة الأشغال لمشروع إنجاز 200 وحدة سكنية بصيغة عدل وأخرى بصيغة العمومي الإيجارية. ولاية واعدة نظر لمكنوناتها لما تسخر به من إمكانيات من الناحية الفلاحية، بها سلالة نتمنى أن نحافظ عليها، سلالة ولد جلال بالنسبة لتربية المواشي، فيها إمكانيات بالنسبة للفلاحة، نخيل الحمد لله، فيها مياه جوفية، فيه كذلك خاصة موارد بشرية في المستوى المطلوب، وفيه رغبة كبيرة من قبل يعني مستثمريها، من قبل منتجيها، يريدون أن يجعلوا من هذه الولاية ولاية رائدة بالنسبة للإنتاج والتي تستقطب اهتمام ذلك المستثمرين، ويعني كل الشروط راهي متوفرة باش إن شاء الله تكون في المستوى المطلوب. وإحنا سنواصل زيارتنا هذه، اليوم رانا لهنا في مقر الحي الإداري الذي تم تهيئته، تم تدشينه، واليوم تم تدشينه كل المديريات راهي متواجده لهنا، راهي تقدم في خدمات للمواطنين، ليس فحسب المديريات انما حتى بعض من المرافق التي يحتاجها المواطن. إذن فهي ولايه اليوم نقولها صراحه بكامل الصلاحيات، الولايه تم احداثها لنقرب مركز القرار، هو الحل كما الان، هو الان التكفل بكل مارب المواطنين. انا قبل قليل وانا تفحص السجل الشكاوي، الحمد لله كل سياسه تاع الدوله راهي توجد تجسيد في الميدان. مجال التعليب والتغليف فرع أساسي وهام في القطاع الصناعي لما له من تأثير كبير على النشاط الاقتصادي وترويج وتسويق المنتوجات، مجال أصبح الاستثمار فيها اليوم أولوية لتحقيق التنويع الاقتصادي والتكامل بين مختلف الفاعلين في المشهد الاقتصادي الوطني. آية دحو. الحركية التجارية الكبيرة في مجال الصناعات الغذائية وتوجه المؤسسات الجزائرية نحو التصدير فرض على المستثمرين الجزائريين ولوج مجال التغليف والتعليب لتسويق المنتوج الوطني وفق المعايير الدولية. الشركة تنشط من بداية سنة 2009 إلى غاية يومنا هذا، وتضم تقريبا 200 عامل في الوقت الحالي، لكن مع انتاج نقدر نقولوا انتاج 30% فقط، يعني يكون نخدموا به 100% راح توصل الغوكروتمون تاعنا الى 600 عامل.
قاروره البلاستيك هذا الطابع غذائي 100%. يسمى كما نقولوا كاين هناك مخابر تاع الجوده تسهر على تكييف هذا المنتوج مع صحه الانسان. دخلنا في ميدان صناعه التغليف البلاستيكي من تجربه اولى من اجل سد حاجيات المجمع نتاعنا، ولكن ما لقينا انه نجحنا في هذه الصناعه وتمكنا من تقنياتها ورفعنا اداء الانتاج ونوعيتنا، قدرنا انه نشاركوا في تمويل مصنعين وشركات اخرى، واصبحنا نولي لهذا القطب اهميه كبيره. كانت عندنا عده نشاطات تصديريه لدول الجوار، تونس، ليبيا، نحاول قريب ان شاء الله ان نصل الى موريتانيا. وفي مجال صناعة الكرتون المموج، منتجات ذات جودة عالية قابلة لإعادة التدوير وبأسعار تنافسية. المنتوج تاعنا يتميز سورتو بلا كاليتي، اون فا دير يبروتيجي البرودوي تاع لي كليون، باش البرودوي يلحق للزبون في أحسن شكل. وثاني رانا كاينين طباعة راهي تتطور، ورانا كيما نقولوا نمدوا نظرة أحسن فأحسن كل خطرة للبرودوي تاع الزبون تاعنا. عندنا فرع في الشركة تاعنا اللي يقوم باسترجاع نفايات من الكرتون، ولا مام لي ستارت اب هادو الجدد اللي راهم يلموا الكرتون يجيبوا لنا ندوا عليهم الكرتون، احنا نشارك في الرسكالة تاع الكرتون نبدو به، وكاين اللي يستعملوا الرسكالة هذه باش يعاودوا يصنعوا الورق. تطوير المشاريع المتعلقة بالتغليف والتعليب والدفع بها نحو الاستمرارية يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية. مجموعة من المشاريع الاقتصادية يجري تجسيدها على مستوى بلدية المشرية بولاية النعمة بعد أن تم تذليل الصعوبات والعراقيل التي كانت تكبح جل المشاريع التنموية بها، وهي اليوم تسعى إلى تحقيق الاكتفاء المحلي للعديد من المواد. كما تشهد مناطق النشاطات الاقتصادية بالولاية عملية واسعة لإعادة التهيئة والتفعيل. يتابع محمد بخدة. الحاج سعيد الحبيب ابن مدينة المشرية بولاية النعامة نموذج يحتذى به، فرغم الإكراهات ها هو في اللمسات الأخيرة لبداية مشروعه لإنتاج أعلاف الماشية والدواجن بعد رفع العراقيل. فكرة جات لأن احنا أولاد المنطقة، والمنطقة معروفة بتربية المواشي، خذنا هذه الفكرة من منطلق الواقع، وفكرنا في إنجاز مشروع صنع أعلاف المواشي والدواجن. مطاحن النور بإمكانها أن تنتج أزيد من 15 طن في الساعة بواسطة سلسلة إنتاج رقمية تعمل وفق البرمجة. فيما يخص تذليل عقبات بالنسبة للمستثمرين، وكذلك في إطار عمل الدولة من خلال تحسين وخلق مناخ ملائم للاستثمار، تم جدولتنا في إطار خلية الإصغاء. كان عندنا مشكل إداري يعني عائق رفع، ومن خلاله أعطيت إلينا رخصة الإنجاز. مؤسسة أخرى لم تضنيها الصعاب من أجل الانطلاق في إنتاج الإنشاءات المعدنية تنتظر التزويد بالطاقة الكهربائية للدخول في العمل. إنشاء مصنع من أجل الإنشاءات المعدنية تعتمد أساسا على إنتاج مواد معدنية من الفولاذ الخام الذي يستورد أصلا من دولة أجنبية. نسبة تقدم تقريب 95%، نحن على مشارف النهاية، وسوف إن شاء الله سوف ندخل في عملية الإنتاج في القريب العاجل. ومن أجل توفير الظروف أمام المستثمرين من داخل وخارج الولاية، تجري عملية إعادة تأهيل وتنمية منطقة النشاطات بالمشرية التي تتوفر على أزيد من 90 قطعة أرضية بغلاف مالي يقدر ب 460 مليون دينار. بهدف تحسين جودة الانترنت وإنهاء مشكل التذبذبات بولاية برج باجي مختار، تعكف المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بالولاية على إطلاق خدمات الانترنت ذات التدفق العالي عن طريق ربط الأحياء بالألياف البصرية حتى المنزل، وأيضا تحديث وتطوير الشبكة الحالية بالتعاون مع فريق متكون من إطارات وتقنيين ومختصين في التركيب من ولاية قسنطينة. من العرج. تحسين جودة الانترنت فتح أمام شباب ولاية برج باجي مختار الفتية والحدودية أبوابا واسعة نحو التطلع لمجاري الأحداث الوطنية والدولية، وذلك بفضل مشروع ربط الولاية
بألياف بصرية عالية التدفق. نبعد على العاصمة تقريبا 2400 كيلومتر واتصالات الجزائر موجودة برجالها، معناته ان هذا الشيء مجهودات رجال يخدموا ليل النهار ومجهوداتهم باش اليوم تكون برج باجي مختار، معناته اللي الكونيكسيون اللي راهي في برج باجي مختار كيما الكونيكسيون اللي في بومرداس. ريزو كاين تبارك الله، الناس خدموا خدمتهم راهم يخدموا ان شاء الله يكملوا بخير. دوك لاباس راكي تقدري تفرجي مقاطع فيديو في اليوتيوب، تقدري وسائل التواصل الاجتماعي كل تقدر تشغليها. 70% نسبة تقدم أشغال ربط الألياف البصرية FTTH إلى جانب تطوير وتحديث البنية التحتية للشبكة الحالية والتي يسهر على إنجازها فريق عملياتي من ولاية قسنطينة لاتصالات الجزائر. ريبارتي سور 3 شونتيي 1200 لوجمون اتريبيو ا اون انتربريز كاليفيي 1800 لوجمون اتريبيو الجيري تيليكوم ici à Borj Baji Mokhtar et 500 logements à Timiawin. في هذه السنة الحمد لله رب العالمين حققنا قفزة نوعية من حيث الـ الأحياء التي تمت التي مستها التهيئة والعصرنة، حيث تقريبا يمكن القول أننا قاربنا على 90% من الأحياء التي سوف تمسها التهيئة وعصرنة الألياف البصرية. العملية متواصلة لتعمم على باقي تراب الولاية ومجهودات مبذولة لأن ترقى هذه الولاية المستحدثة إلى مصاف الولايات الكبرى. برلمانيا عقد اليوم مجلس الأمة جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية على 4 أعضاء من الحكومة وتمثلت في قطاعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التربية الوطنية، الصناعة، السياحة والصناعة التقليدية، وهذا بحضور وزراء القطاعات المعنية ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا على ندوة وطنية بعنوان مصادر التوثيق في كتابة التاريخ الوطني لصون الذاكرة الوطنية، كما أشرف على تدشين الاستوديو السمعي البصري محمد لمين بشيشي وتوجيهه لإنجاز الأعمال التاريخية والتوثيقية، وكذا المكتبة المتخصصة في التاريخ الوطني بعلام بالقسمي والتي تتضمن 5000 عنوان حول تاريخ الجزائر. صحيحاً الآن عاين اليوم وزير صناعة الصيدلانية علي عون الوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة الصيدلانية نوفا فارم ترايدينغ ببلدية بوسماعيل بتيبازا. المجمع يحتوي على وحدة إنتاج خاصة بدواء السكري غليكوفاج بإنتاج 600 مليون علبة مطابقة لمعايير الجودة والنوعية العالمية، ووحدة إنتاج 40 دواء جنيس، ووحدة إنتاج اختبارات قياس السكري في الدم. مسؤولين في القطاع حاولنا ومازال نحاول نرفع كل القيود على المستثمرين والمنتجين. اليوم ما عندكم اي مبرر كما كان في السابق، قال الوزاره هي اللي راهي تمنع فينا، المسؤولين في الوكالة الوطنية راهي تعطل. اليوم ما عندكم أي مبرر، ما عليكم إلا تنطلقوا في الإنتاج باش تخليونا شوية نرتاحوا في توفير الأدوية. نظمت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ملتقى بعنوان المرأة كعامل للتغيير في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة. الملتقى يهدف إلى إبراز دور المرأة في الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا أخلقت الحياة العامة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، إضافة إلى مناقشة موضوع تعزيز قيم النزاهة ودور المرأة في المقاولاتية. إن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة أضحى يشكل أحد الدعائم والركائز الأساسية التي يجب تبنيها من خلال برامج تستهدف المرأة من أجل تعزيز دورها الحيوي في شتى المجالات، حفاظاً على مختلف التوازنات التي لا محالة سيكون لها الأثر الإيجابي على الساكنة والمجتمع. إن الإرادة السياسية القوية للسلطات العمومية في تحقيق التغيير المنشود لبناء جزائر جديدة التي ترتكز على تعزيز قيم العدل والعدالة
وبناء دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد والسعي لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة ماضية في بناء منظومة وطنية متكاملة ترتكز على أخلاقة الحياة العامة على جميع الأصعدة. تزامناً والاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، نقف في نشرتنا عند نماذج تركنا البصمة وتحدينا الرهان. حمامة وعائشة عينة مشرفة لحرائر الجزائر التي استطعنا أن تثبتنا نفسيهما في عالم البحر بولاية مستغانم، ودخلتا ميدان قيادة السفن والتكوين البحري للرقي بهذا القطاع بخدماتهما. ربورتاج مسين حامية. بين المستحيل والممكن بالنسبة لهن خيط رفيع تغزلن به الإرادة لتقوية العزيمة. أنموذج لحواء الجزائرية هي بلال حمامة المكونة لأسياد البحر بمستغانم، حكاية بلا نهاية بقدر عشقها وتفانيها في حب الوطن والبحر على حد سواء. هذا المجال كان بمثابة تحدي للمرأة، وانا كامرأة جزائرية ما كان عندي اي تخوف، وخدمت في شغل بديت وخدمت في هذا المجال، وان شاء الله نكتسب عدة خبرات فيها ان شاء الله من القدام. تلتقي الأحلام وتتلاطم الإنجازات تماما كما أمواج اليم، لتصنع في الأخير اتحادا للرقي بمستويات عالم الصيد في بلادنا. وهذه أخرى عائشة فهيمة، ربان السفينة التي غيرت قواعد مهن لطالما كانت حكرا على الرجل. يتذلل أمام أيديها الناعمة مقود هذه السفينة البحرية، ويتتبع الجميع إرشاداتها. عسى خرجة اليوم تعود بخير وفير كما نسائم عيدهن العالمية. الأم تاعي كانت صيادة، ورثت عليها مهنة هذه تاع البحر، لأنه هو بالنسبة لنا هو التنفس تاعنا. حاليا نخدم بوسائل متطورة جدا مثل جي بي اس، الرادار. أعشق البحر، ما نجمش نغير مهنة واحدة أخرى من غير البحر. هو بالنسبة لي عمل مهنة، وبالنسبة لي يعني تعيش هذاك الحلم تاعك اللي كنت تحلم به باش تحققه في الواقع. إذا كانت المرأة كمجاهدة واقفة بجنب الرجل آنذاك، ما زالت المرأة الجزائرية تتحدى الآن، وأفتخر أني جزائرية. كنت في الميناء عند ربان السفينة. دروك الوقت الحالي راكم عندنا هنا في المسمكة تاعنا سي تان بوان دو فونت، وين عندنا ثاني النساء ثاني كيخدموا في هذا الميدان تاع السمك. لا تتوقف سلسلة نجاحات حرائر الجزائر هنا، فبعد تكوين حمامة ورحلات صيد السيدة عائشة بولاية مستغانم، أول بائعتي سمك تدخل للميدان تسوقان المنتجات لتكمل حلقة عالم البحر بكل فخر. وكما في الثورة كان للمرأة الجزائرية دور مميز غداة الاستقلال في البناء والتشييد، وهو ما سعت إليه السيدة صديقي مباركة، مثال المرأة المناضلة والمحبة للوطن رفقة زميلاتها في خوض معركة التحدي. فاقتحمت الساحة السياسية الجزائرية سنة 1967، ثم خاضت تجربة التطوع بالهلال الأحمر الجزائري سنة 1977. جويدة بابا أحمد. هي سيدة من سيدات الجزائر اللواتي وهبن شبابهن لبناء الوطن. السيدة صديق مباركة كانت أول امرأة نائبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بشار في مجلسه المنتخب الأول بعد الاستقلال. كان ذلك سنة 67-900 وألف، حيث ترأست اللجنة الاجتماعية الثقافية للمجلس آنذاك. نتوقع بلي أولا ننتخب، وثانيا باش يعينوني كنائبة تاع المجلس تاع رئيس المجلس البلدي. ذاك الوقت الدولة الروحة كانت في تتبنى من جديد، وباش تتبنى بدات من لاباز، يعني من الأساس اللي هو البلدية. بكلمات يغمرها الحنين والتواضع ونظرات يغمرها الافتخار، تحكي لنا السيدة مباركة عن تجربة توليها عدة مناصب إدارية هامة بالولاية وحتى خارجها، ولعل أهمها أمينة عامة للهلال الأحمر الجزائري بورقلا وتجربتها مع العمل التطوعي. الاناي سيتي 77 76 77، كنا نعملوا تماك نروحوا نديروا ثاني دورات في الفيلاج سوسياليست هادو اللي كاين، وكان في الدشرات اللي كاينين في الولايه تماك، ونشوفوا
شوفوا الوضعيه الصحيه نتاع الناس والوضعيه الاجتماعيه كلش، باش نعاونوا الناس، نعاونوهم ندعموهم. فما لنا إلا أن نقف وقفة إجلال وتقدير لك سيدتي، فكل عام ودمت مثالا للمرأة الجزائرية المحبة لوطنها، المرأة المتشبعة بقيم الحرية والاستقلال. والمرأة الجزائرية نقولها باللي يلزمها تفهم الدور نتاعها حتى في المنزل، ماشي مفروض عليها تروح تعمل خارج المنزل، لا، في الدور نتاعها في المنزل نحو زوجها ونحو أولادها، هذيك الأولوية، الأولويات هذيك اللي راها تخدم بها الوطن تاعها، راها تخدم الوطن تاعها بصفة قوية، قوية بزاف. أدانت محكمة الطهير أمس وفق إجراءات المثول الفوري شخصين والمدعوين شينطا وشين ميم بـ7 سنوات حبسا نافذا و500,000 دينار غرامة نافذة مع الأمر بالإيداع بالجلسة بعد إدانتهما بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت. وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الطهير أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة يعلم الرأي العام أن المتهمين تبعا بناء على التحقيقات التي باشرتها مصالح فصيلة الأبحاث لدرك الوطني بجيجل بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة للولاية، والتي أسفرت عن معاينة أفعال المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت. للعلم فإن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة. معذرة. هذا ويعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة القرارة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، قد تم أمس متابعة 4 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم وعقاب متهمين 2 منهما بـ5 سنوات حبس نافذة ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة مع الأمر بإيداعهما الحبس بالجلسة، وعقاب المتهمين الآخرين بـ2 حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة ومصادرة البضاعة المحجوزة وسيلة النقل المستعملة. للعلم أن قانون المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة. دوليا وفي فلسطين، استشهد فتى فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في أحداث مجزرة جنين الثلاثاء الماضي، فيما استشهد 3 آخرون فجر اليوم برصاص قوة الاحتلال بالضفة الغربية. هذا وأدانت الخارجية الفلسطينية جريمة اليوم محملة المجتمع الدولي وغياب المساءلة الدولية مسؤولية التصعيد الإجرامي الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني. المزيد مع حفيظة عبد الصدوق في هذا التقرير. مرة أخرى تضرب يد الإجرام الصهيونية مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، جريمة أخرى في حق الفلسطينيين العسل، ذهب ضحيتها 3 شبان في مقتبل العمر بعد أن اغتالتهم فرقة صهيونية خاصة اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين فجر اليوم ولاحقت مركبة الشهداء 3 لتطلق عليهم النار في عملية إعدام بدم بارد، ولتحاصر البلدة ناشرة قناصة على أسطح المنازل وسط تعزيزات أمنية مشددة من قوات الاحتلال. يحدث هذا في وقت ما تزال جريمة جنين لم تبرد بعد، حيث استشهد اليوم فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مجزرة جنين الثلاثاء الماضي.
وبجريمة اليوم ارتفعت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 78 شهيدا بينهم 14 طفلا وامرأة، فيما تتواصل بعدة بلدات بالضفة والقدس المحتلتين المسيرات المنددة بمجزرة جنين، ما أدى إلى إصابة 7 فلسطينيين واعتقال 8 آخرين. وفي وقت يمعن فيه المحتل الصهيوني في جرائمه، دعا مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي إلى ضمان حماية الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال الصهيوني والتوقف عن معاملة الاحتلال ككيان فوق القانون. ووسط هذا الصمت الدولي أدانت الخارجية الفلسطينية ما يحدث من جرائم يندى لها الجبين في جنين، مؤكدة أنه لولا صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الدولية للجنات ما كان لجرائم الاحتلال الصهيوني أن تستمر. في أندونيسيا ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع الاثنين الماضي في قرية جبلية بجزر ناتونا إلى 30 هالكا بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال المزيد من الضحايا العالقين تحت أطنان الطين، فيما يبقى 24 آخرون في عداد المفقودين. هذا وقامت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدث الكوارث بإرسال مواد غذائية وخيمة ومعدات اتصال إلى المناطق المتضررة لمساعدة مئات المكوبين والنازحين. عودة إلى أخبار الوطن وفي الرياضة، ولحساب الدورة الدولية لسباق الجزائر للدراجات الهوائية انطلقت اليوم المرحلة الثالثة على أطول مسافة تقدر ب 176 كيلومتر والتي تربط بوسعادة ببسكرة. هذا وجرت أمس المرحلة الثانية للدورة على مسافة 121 كيلومترا انطلاقا من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية المسيلة، حيث عرفت المنافسة تألق الدراج الجزائري حمزة ياسين. إذن بدنا نأتي إلى ختام نشرتنا، بقي التذكير بأبرز ما ورد فيها. الفريق أول سعيد شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي لحكومة الوحدة الوطنية محمد علي الحداد. مرافق ومنشآت إدارية مكتملة التجهيزات تتعزز بها الولاية المستحدثة أولاد جلال. ومراد يقف على سيرورة إنجاز المشاريع التنموية بالولاية. في نشرتنا تابعنا، وضمن التوجه الاقتصادي الجديد نماذج ناجحة لمشاريع التعليم والتغليف بجودة عالية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية. مصادر التوثيق في كتابة التاريخ الوطني لصون الذاكرة الوطنية محور ندوة تاريخية، واستحداث هياكل جديدة متخصصة في توثيق الأعمال التاريخية. تابعنا أيضا طواف الجزائر الدولي يشهد مرحلته الثالثة انطلاقا من مدينة بوسعادة وصولا إلى بسكرة ضمن جولة رياضية وسياحية متميزة. شكرا على المتابعة، سلام عليكم.